السلام عليكم. احنا هنبدأ دلوقتي البرنامج بشكل عملي للكول سنتر. اول حاجة انا بفتح البرنامج وزي ما قلنا اول خطوة ان انا بحدد المود بتاع سي او لاين. فيزا او جي ام تاني حاجة بروح على خطوة رقم 500 دي زضايا المود. هنا الديفولت وزاوت اوتوماتيك اتندنت او اوتوماتيك اتندنت بسلكت ان هي تبقى ويز اوتوماتيك اتندنت. طبعا في الخطوة 501 هشوف كل مرادف لكل ديجيت هو ايه. هنفتح خطوة 501 فيزا بيلت ان اي اي نمبر. لو عملت نيكست هيفتح لي زيرو هتوديني على جاك 01 تمام اللي هو الاوبريتور. اوكي ستور واحد توديني على 3 ليفل اي اي. اوكي انا طبعا كنت مختارها قبل كده فواحد وديتني على اي اي. اتنين طبعا المفروض ان واحد مش هتوديني واحد توديني على 2 ليفل اي اي. اتنين توديني على اكستنشن جروب. اكستنشن جروب المفروض رقم 7 اللي هي بتاعت الدعم الفني تمام كده. تمام رقم 3 المفروض ان هو يديني على اكستنشن 117 يبقى جاك 17. طبعا السنترال اللي احنا شغالين عليه تي اي اي 3.8 فما فيهوش اكتر من جاك 8 فمش عايز يقبل مني 17 لكن انا لو حد جاك 8 اوكي ما فيش مشكله. المهم ان انا بحدد هنا عده فقط وانا عندي في رقم 4 كان بعد كده حاجه خاصه بالحسابات فكان الاختيار هيبقى اكستنشن برضو. مثلا 07 رقم 5 كانت مجموعة الصيانة فدي هتبقى extension group وكانت extension group 3. اوكي كده انا خلصت ال first level. ال second level هوصل له ازاي؟ بخمسة أربعة واحد لأن أنا عملت رقم واحد automatic attendant. تمام second level number مفروض إن أنا عايز إن رقم واحد يوديني على extension group 5 فانا اروح عند الاريا دي. انا بتحرك الاريا بالاسهم زي ما انا عايز. مفروض انا ابقى واقف عند تعمل فليكر دي هقدر اسلكت عليها ان انا اوديها لليفل تاني. انا هنا مش عايز واحد توديني لليفل تاني انا عايزها توديني على الجروب بتاعت مبيعات القاهرة فاقف عند جروب وهعمل ستور. تمام هي طبعا متسجلة قبل كده. اوكي طيب انا هخش خطوة 541 واختار رقم 2. رقم 2 مفروض ان انا ببقى في الاريا دي بعمل ستار وهنا بعمل 3 ليفل. مجرد ما بعمل نيكست بيبتدي يفتح لي جوه رقم 2 اللي هو مبيعات السعودية. صفر مش مستخدمة. واحد المفروض انها تروح على اكستنشن مفروض ان هو 105. تمام اتنين برضو جوه اختيار اتنين اللي هو السعودية مفروض اللي هو اكستنشن 106. اتحرك للاريا بالسهم وسلكت. حقيقة انا عندي مشكلة ان انا ما عنديش غير 8 اكستنشن هنا حقيقة. هخرج من هنا واروح 541 واختار نجست ورقم 3 عشان مبيعات دبي وهي معمولة فعلا 3 ليفل لكن انا عندي كان سيلكت انها تبقى جاك او جروب او 3A. لو اخترت انها تبقى 3 ليفل او ليفل 3 او 3 ليفل اوتوماتيد اتندنت فنكست هتبتدي تفتح لي جوه رقم 3 ده اللي هم العشر اختيارات اللي جواه اللي هم المفروض انا في واحد هحط اكستنشن المبيعات اللي هو رقم 112. طبعا انا ما عنديش ان جاك 12 فمش هيقبلها. بعد كده رقم 2 اللي هو 114 وهكذا وهكذا
ده كان كده البرنامج بتاع كوميديت اتندنت، تسجيل الرسائل المرتبطه بالليفل. احنا قلنا تسجيل الرسائل بيبدا ب 9-3، مجرد ما بحط 9-3 بيكتب لي ريكورد اي اي نمبر رقم كذا. المفروض ان انا عشان رساله السعوديه بحط 1 ونجمه. رساله المبيعات عامه هي هنقول فيها السلام عليكم، لمبيعات القاهرة اضغط 1، لمبيعات السعودية اضغط 2، لمبيعات الامارات اضغط 3. مجرد ما بعمل ستور بيبتدي يزعق لي تاني، هنقول فيها السلام عليكم، لمبيعات القاهرة اضغط 1، لمبيعات السعودية اضغط 2، لمبيعات الامارات اضغط 3. كده المفروض ان انا سجلت الرسالة الاساسية. انا عايز بعد كده اسجل الرسالة اللي هي بتاعت السعودية وبتاعت الامارات. مفروض ان رسالة السعودية مرتبطة بالرقم 1 وهي رقم 2، فهقول 9-3 ده اساس، 9-3 ده اساس، وانا عندي رقم 2 في رقم 1، يعني عندي الرقم 1-2. السلام عليكم، لمبيعات الرياض اطلب 1، لمبيعات جدة اطلب 2، لمبيعات المدينة اطلب 3. شكرا. السلام عليكم، لمبيعات الرياض اطلب 1، لمبيعات جدة أطلب. بخرج منها وعايز بقى اسجل الرسالة بتاعت الامارات. مفروض 9-3، رسالة الإمارات هي تالت خاصة بالجزء التالت من رقم 1 من أوتوماتيك أتندنت 1 اللي هو ودانا لرسالة المبيعات الأساسية، فيبقى 9-3-9-3-1-3. السلام عليكم، لمبيعات أبو ظبي اضغط 1، لمبيعات دبي اضغط 2، لمبيعات الشارقة اضغط 3، لمبيعات عجمان اضغط 4. شكرا. يبتدي يعمل لها بريفيو. السلام عليكم، لمبيعات ابو ظبي اضغط 1، لمبيعات دبي اضغط 2، لمبيعات. زي ما شفنا كده خطوات البرنامج سهله جدا وتسجيل الرسائل سهل جدا، احنا شرحناها بكل التفاصيل وارجو ان هي تكون مفيده ان شاء الله لحضراتكم. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.